لاباس عليكم؟ كلشي مزيانين؟ تحياتي لكم الاخوان. دائما كنشكركم الاخوان بزاف، كنشكر الناس اللي تعبروا معايا. ومرحبا بخوتي المغاربه كيف العاده، خوتي التوانسه، خوتي الجزائريين، كنشكركم دائما كيف العاده. المهم الاخوان، باش نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله، يعني ديجا دويت لكم على الفيزا ديال فرنسا الاخوان، دوش على الاجراءات ديالها. ودابا الاخوان ندوي لكم على الفيزا للبرتغال الاخوان. ها هي فيزا للبرتغال الاخوان، فيزا تشينغن. هاي الاخوان شوفوها، البرتغال فهمتيني. تقريبا الاخوان الوثائق ديال الفيزا ديال البرتغال والفيزا لفرنسا تقريبا ما كاينش شي تغيير بزاف، كاين تغيير واحد اللي صراحه هو ديال الكارطون كريشتو، كيضربوا في الفيزا ديال البرتغال. المهم غادي ندوي الوثائق من الاول باش نفهم، باش تفهمكم الاخوان مزيان ونعطيكم الفرق اللي بيناتهم. الاخوان اول حاجه في الفيزا ديال البرتغال كيضرب لك واحد فورمولاري دو بي دي لين، فورمولاري وكتكتب واحد المعلومات ديالك هنايا. هي فورمولاري الاخوان، هاد الورقه الاخوان، الفورمولاري تيكون فيها هنا ديال البرتغال باش تعرفوها، تيكون فيها الاخر الاخوان من الايميل مع سفير السفاره ديال البرتغال. هاي فاكر واحد جوج ثلاثة، هاد الفورمولاري ديال الفيزا ديال البرتغال الاخوان، ديال البي دي اللي كدير فيه ثلاث ورقات خاصك تعمرها. ديال فرنسا، ديال فرنسا فيها 23 ورقة، يعني باغيين يعرفوك انت شكون، كتبين لك شي حوايج بزاف اصاحبي. انت دافع الفيزا ما حسبتش باغي تدفع الإقامة ديال العملة، شي غيضرب لك تماك. المهم في الفيزا ديال البرتغال غيكون طالب لك، طالب لك الفورمولير، فورمولير يعني شي حاجة سهلة الإخوان ما صعيباش. يعني كيف العادة راه كاتبين لك الاسم ديالك، النسب ديالك، الجنسية ديالك، والجنسية اللي حاصل عليها، تقريبا بحال ديال البي دي ديال اللغة ديال الفيزا ديال البرتغال بحال ديال فرنسا، غير كاين بعض التغييرات اللي طالبين لهم، ما طالبينهمش في الفيزا ديال فرنسا. فرنسا شوية صعيبة صراحة، ولكن لا بريبار يعني، يعني الا كنتي خدام مرسم غتكون الفيزا غتكون ساهله 100%. فادو البي دو الاخوان كدير فيه التصويره ديالك فهمتيني، كدير المعلومات ديالك كاملين، وكدير الجنسيه ديالك فهمتيني، كتكتب الرقم ديال التليفون ديالك، العنوان، المسائل. وما كتقلب الصفحه هنا تيقول لك لا عندك شي وليد كنتي باغي دير معاك، سواء خصك تكتب ليه، تكتب ليه سميتو، تكتب ليه الاسم ديالو والكنيه فهمتيني، وشحال في عمرو فهمتيني، وفوالا هادشي اللي كاين. وكتكتب عاوتاني حاجه اخرى، كتكتب الفيزات اللي كنتي واحد اللي كنتي حاصل عليهم شحال هادي، يعني الا كنتي مغربي او تونسي او جزائري. صراحه هاد الفيديو ندير لكم كاملين، يعني كيسولوك واش ديجا عندك شي فيزا ديال سواء ديال روسيا او ديال الصبليون او ديال، يعني باختصار باغيين يعرفوا واش ديجا عندك شي شي فيزا كتبها هنايا، وكتب لي شمن الدوله وشحال جلستي وهادي. يعني يعني كيف غنعاود ندرج، يعني بالعربيه تعرابت سبق الميم ترتاح، ما عندك شي فيزا فهمتي باش تخلي هاد الورقه خاويه فهمتي، عاد عمر غير ورقه وحده وهي هادي. هاي هي هاد الورقه اللي قدام، هاي هي اللي غتعمر ورقه اخرى. كيسولوك شنو الفيزات اللي عندك وشحال جلستي وهادي وهادي فهمتيني، من الاحسن سبق الميم ترتاح. المهم قلنا الوثائق الاخوان، قلنا البي دي درو هذا الاخوان، ها هو كتعمرو. و الثاني خاص يكون الباسبور ديالك على الاقل، على الاقل ما يكونش وافي، على الاقل تكون باقي عليه واحد 3 شهور باش يوفى باش يعطوكم الفيزا. ثانيه كتخلي جوج صفحات تكون عندك خاويين، بالنسبه للمغاربه راه كيف العاده الباسبور ديما خاوي فهمتيني. فوالا هادشي اللي كاين. ثالث حاجه الاخوان، كتدارو باراناسيوناليزي سترانجير هيزيدين سينو برازيل اوتوريزاسيون دي هيزيدين سي ايميتي بارا بيزوتريزون برازيلير هيزيدين سي ناسيونال دي استرانجيروس اي هيني. بالنسبه للناس هذه الثانيه، بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا الفيزا ضروري كيضربوا لكم الاقامه، ضروري اخي الاقامه خاص تكون مقيم في البرازيل، كيضربوا لك اي هيني هذه الاخوان اقامه يزيدين سي بيرمانيش فاليد بلومينوس بارا اونس تريز ميز سيجين شي براتيزون بروفات او تكون عندك شي فيزا مثلا بالنسبه للخوت الجزائريه صراحه دفعوا فيزا ديال البرازيل خداوها، كيجيو للبرازيل عندهم حق يدفعوا فيزا ديال البرتغال. وبالنسبه للمغاربه التوانسه اللي عندكم اقامه دائمه، راه سير السفر ديال البرتغال فهمتيني وتقدم على الفيزا ديالك فهمتيني. هذه الثاني، الثاني دابا خصك تكون عندك اقامه دائمه او تكون عندك فيزا. الثالثه ريزيرفاسيون ديون بلياتشي دي فيزا دي فوت برازيل و بايس دي زيدين سينو فينال.
الثالث الاخوان كيطلبوا منك يعني دير حجز تاع الالي والروتور ديالك، ما تشريش غير دير حجز فهمتيني، دير دومون دي عليه فهمتيني، كتبو ما تشريش، مشي غير وري عليهم بانك انت ديجا عندك الي والروتور فهمتي، باقي ما خلصتوش توريهم كيطلبوا منك. من بعد ملي كتقول الامور مزيانه تما قاعدين في السفاره، هذيك الساعه كيطبعوا لك الفيزا، الساعه يمكن لك تشري البي ديالك فهمتيني، غير دير الريزيرفاسيون ديال الالي والروتور ديالك. الرابعة الإخوان سيكورو دي ميتش كو دو فياجي كوبرانس مينيمو 30 مليون أو كيطلبو منك واحد سيكورو دو ميتش كو، يعني سيكورو دو ميتش كو كتعني ديال يعني ديال السفر، يعني ديال السفر داك فيه بزاف ديال الحوايج، في ميتش كو، في إنرجي، سيطاتك شي حاجة مرات تيدي شي كسيدة الله يحفظ، ديال السعودي فهمتيني تهرج سيطاتك شي لعيبة تماك. ممكن تكلفه كدير واحد السيكور، يعني اي لاجونس يعني بغات تشري من عند الالي كتقول بغات تشري من عند الالي وروشو كتقول بغات ندير واحد السيكور دو فياجي، يعني طالب السفر ديال البرتغال طالبه 30 مليون يورو فهمتيني، 30 مليون يعني طالب 30 ألف أورو، يعني 30 ألف أورو. هاي الاخوان اللي كنكتب عليكم ماشي حاجه، انا دائما عزيز نوريكم شي حاجه بوراق، هاي بحال ديال فرنسا طالبين، هاي الاخوان هاي الاخوان اش كتبان ما كتبانش، هاي 30 مليون يورو الاخوان، هاي 30 مليون يورو طالبين، يعني 30 ألف أورو طالبين، يعني السياحة يعني لاجونس اللي كتقطع مع البي، يعني مورا غيديرو لك هاد السيكور ديك غتخلص شي حاجة قليلة، مثلا تخلص واحد بالثمن المغربي أو بالدولار، غتخلص مثلا واحد شي 40 شي 30 دولار بحال هكاك، أو أقل يعني 500 درهم أو 600 درهم ثمن المغربي بحال هكاك. و الثالثة بروفا دي لوجين سي ريزيرفاسيون دي هوتيل، و الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة الإخوان كدير ريزيرفاسيون دي هوتيل، يعني كدير ريزيرفاسيون دي لوتيل ديالك فهمتيني، كدير ريزيرفاسيون ديالك ما تشريش غير دير ريزيرفاسيون فهمتيني، وريهم الوريقة ديالك، أو لا كنتي كتعرف شي واحد صيفطك دعوة، صيفطك سوليستاسيون أو انفيتاسيون، صافي دعوة كتكون من الأحسن، كتكون نقية وزوينة كيساعدك بزاف، كتكون الفيزا ديالك مضمونة 100% فهمتي، إلا صيفطك اللي كنتي كتعرف شي واحد في البرتغال صيفط لك دعوة، أو كنتي كتعرف شي واحد يعني غدير ريزيرفاسيون ديال لوطيل ديالك فهمتيني. والسادسة كيطلبوا منك الحساب ديال البنك ديالك 3 شهور شحال دخلتي فيها وشحال خرجتي، باغي نعرفوا شحال انت كتخلص. بروفا دي باغامينتو دي فيريس، يعني الاخوان فاش ملي كتشد الكونجي الشركه كتصيفط كتعطيك واحد المبلغ تيكون مقيد عندك في الكونجي ديالك، يعني فيريس يعني فاكونس ديالك، الشركه ملي كتعطيك تسيني واحد الوريقه على سلامتك انت خديتي فاكونس في شهر فهمتيني، الشركه كتكون عندك واحد المبلغ مالي، هذاك المبلغ مالي كتجيبو يعني كتصور لهم هذيك الوريقه ديال هذيك الورقه اللي عطاتك الشركه باش بانك انت خديتي كونجي، كتصور عليهم فهمتي، تيكون فيها واحد المبلغ مالي راه كاتبينو هنايا. بروفا دي اوتر سنيوس سيراس دو سوفسين شي بارا كوبرا اوز شي دو كارتون، وطالبين منك خاص تكون عندك لا كارت ناسيونال، يعني لا كارت انترناسيونال فهمتي، تخرج فلوسك او تدخل او دي معاك فلوس، باش دي معاك فلوس فهمتي، وطالبين لك حاجه اخرى كارتون اخرى، يعني كارتون ديال البنكه ديال الكريدي، مع البنكات هنا في البرازيل كاين عندهم جوج كارتون، يعني كاين عندهم حساب عادي وحساب ديال الكريدي، ما انتش كتكون عاطينك واحد البطاقه بحال هذه الاخوان فهمتيني، فيها كريدي فهمتي، كتكون عندك فيها واحد 5000 درهم او 6000 درهم، تكون فيها 500 دولار او 600 دولار فهمتيني، غير باش تسافر، هذه راه سهله الاخوان باش تصيفط كارتون كتسمى كارتون كريجيتو، يعني كتكون عندك كونتا كوهينتي اي كارتون كريجيت، يعني كونتا كوهينتي كتعني حساب عادي، وكارتون كريجيتو يعني البنك كتعطيك واحد المبلغ مالي باش تستخدمه، يعني كتعطيك واحد المبلغ ديال 5000 درهم او 6000 درهم فهمتي، كتوفروا ليك يعني، وانت كتبقى تخرج وتدخل فهمتي، باش تمشي تماك يعني مانتك، تمشي تماك ناضي ما تساعد حتى شي واحد فهمتي، حيت طالبين لك هنا الاخوان، فوالا هادشي اللي كاين، يعني كاين شي يعني وثائق سهل الاخوان، ما كاينش شي حاجه صعيبه، يعني جميع الوثائق راني قلتهم لكم من الاول، نعاود نقول خوتنا دائما زين نعاود الهضره فهمتيني، باش بنادم يفهم مزيان، قلنا اول حاجه كدير الفورمولير ديالك، اول حاجه هي هذه الاخوان، فورمولير ديالك فهمتيني، راه كاين ثلاث صفحات
ثاني حاجه الفورمولا اخوان راه فيها الاسم ديالك، السميه، الجنسيه، واش انت مزوج ولا مزوج، شنو المدينه كتعيش فيها، ناش دخلتي للبرازيل، الرقم ديال الجنسي، الرقم ديال الاقامه ديالك ديال البرازيل، فهمتي هاد الحوايج هادو. بمعنى الا عندك جنسيه ديال البرتغال، ديال عفوا ديال البرازيل، ما تحتاج دابا هادشي كاع، ما تحتاج ليه راه بي سي البرتغال، يعني بالنسبه للبريزيين كيدخلوا البرتغال بلا فيزا، غير بالنسبه للمغاربه والتوانسه الجزائريه بالفيزا. فورا هادشي كاين فورمولير الاولى. الثانيه كيطلبوا منك العام سيدي الباسبور ديالك، على الاقل ما يكونش وافي، على الاقل تكون باقي لك واحد 3 شهور فهمتيني، و فوالا هادشي اللي كاين. وكيطلبوا منك واحد جوج صفحات خصهم يكونوا ضروري خاوين الباسبور ديالك فوالا. وبالنسبه للاجانب ضروري خاص طالب لك اقامه دائمه خاصها تكون عندك في الاراضي البرازيليه، طالب منك دير ريزرفاسيون، دير حجز تذكره، ما تشريش غير دير حجز فهمتيني، الي روتور طالبينها العام سيدي. طالبين منك سيغور دو ميتش ديال 30000 اورو، طالبين منك راه لاجونسي غاسيب لك تخلص واحد المبلغ قليل، ما غاسيب لك السيغور ديالك غير طرتك شي حاجه. فوالا هادشي اللي كاين. وطالبين منك عاوتاني عام سيدي لوطيل، كدير ضروري خاصك دير ريزيرفاسيون ديال لوطيل فهمتي، طالبين منك هما، او كنتي كتعرف شي واحد صيفط لك انفيتاسيون فهمتيني. وفوالا هادشي اللي كاين. والاخر الاخوان كاين كيطالبين منك استراتو، استراتو بنكاري دو دا سوتش ماستريز ميز، يعني كطلب منك الحساب البنكي ديالك ديال 3 شهور شحال دخلتي فيها، 3 شهور شحال دخلتي فيها، كتبين لهم هذوك الوريقات خارجه من البنكه فهمتيني. وطلب منك عاوتاني بروفا دي باغامينتو دي فيريس، يعني طلب منك الوريقه ديال الشركه اللي كتعطيك كتسيني كونجي، تيكون كاتبين فيها واحد المبلغ مال الشركه شحال عطاتك فهمتيني. هذا ديجا انا عندي في عندي هنا في الدار عندي، انا ما ديجا خديت كونجي العام اللي فات صراحه، وغادي نعاودو ناخذو هذا العام ان شاء الله. وطالب منك عاوتاني بروفا دي ديونس ميس سينج بروغرايس دو كارتو، ولا خا طالب منك واحد لا كارت، يعني لا كارت ديال البنكة ديال كريدي، يعني البنكة تصايبها تقول لها باغي ندفع فيزا للبرتغال فهمتيني، وطالب مني كارتون دي كريشتو، ما غادي تصايبها لك كارتون دي كريشتو، راه هي ديال الاخوان، كاين جوج، كاين حساب عادي وكارتون دي كريشتو، يعني فهمتيني، غادي تكون حاطين لك فيها واحد المبلغ ديال 6000 درهم 7000 درهم، البنكة هي اون فوا انت غادو معاها وغتقول لهم باغي ندفع فيزا لبزاف، ضروري خاصك تكون خدام، ملي كيشوفوا عندك وريقات مريقلة وكلشي امور مزيانة وخدام، كيعطوك كارتون كريشتو بزاف كتاخذها فهمتيني. فوالا هادشي اللي كاين الاخوان، اللي قلت لكم وثائق كاملين، كنتمنى صراحة يعجبكم الفيديو، وما تنساوش الاخوان غير اللايك والاشتراك الاخوان باش تساعدونا شوية باش الفيديو ديالنا يطلع شوية. كيف ما كتعرفوا الفيزا للبرتغال صراحة راها ساهلة، ولا بغيتوا الاخوان ندوي لكم على الاقامة ديال البرتغال، مرحبا الاخوان، على الراس والعين، وعطيكم وراق باش تبان طلع اقامة تما. فوالا هادشي اللي كاين الاخوان، كيف ما كتعرفوا الفيزا للبرتغال ساهلة، اهم وثيقة واهم حاجة اللي كنركز عليها الله يرضى عليكم الخوت، هي تكون خدام وتكون نقي وتخرج سوق راسك، متأثرش عليك بنادم هنا، خدم خدمتك وسير اخويا الله يسهلك أي فيزا، كيف ما تكون أي دولة باغي تمشي لها ساهل باش تاخذ الفيزا، كون غير خدام وتخرج سوق راسك، يعني ما ديرش المشاكل. فوالا هادشي اللي كاين، كنتمنى يعجبكم الفيديو الاخوان، والسلام عليكم.